Vedi, Sefren Emsel. أصحاح 14 ونبدأ من عدد 11 وسفر الأمثال مشهور بالمقارنات لأن المقارنات تفهم أوي دي وده ده ودي كده نقارن بين الاثنين فالموضوع يستقر في الذهن زي أمثلة هو اسمه أمثال الناس تسيب اسمه أمثال بيت الأشرار يخرب وخيمة المستقيمين تزهر هنا بيقارن كلمة بيت بكلمة خيمة والموضوع اختيار المقارنة دي مش لفائدة واحدة بس فوائد كتيرة خالص أولا بني إسرائيل كانوا عايشين في خيام وكمان نقرأ في العهد الجديد إنه بالروح القدس بولس قال بيته إيه؟ خيمتنا الأرض فإحنا عايشين في خيام طيب مين عايش في بيت احنا بيتنا خيمتنا الأرضية عارفين كده طب رئيس جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية اللي هو عنده كذا قصر هو عايش في برضه في خيمة انا عايش في الخيمة دي الخيمة دي بتتوجد في قصور تتوجد في كهوف تتوجد في برية زي يوحنا المعمدان لكن كل الأحوال هو دي خيمة فحكاية بيت الأشرار هم عايشين في وهم إنهم عندهم بيت البيت ما فيش نزلة بينه وبين الخيمة في الحماية يعني البيت ده محصن ودي أساسات عشان ما يقعش وليه حيطان عشان ما حدش يدخل جوه البيت ده زي الخيمة ومجهز وممكن يكون مكيف طبعا حدش بيكيف خيمة كيف ازاي ومتكون من كذا غرفة الخيمة دي أوضة واحدة فالبيت مميز جدا عند اللي بيسكن في بيت عن اللي بيسكن في خيمة واحنا كلنا بنسكن في بيوت بس مش دي البيوت احنا بنروح نزورها وننام فيها او ناكل فيها او نستريح فيها بيت الأشرار يخرب وخيمة المستقيمين تهزم إيه هنا الكلام؟ الكلام إن الأشرار ما يحبوش الخيمة خالص لأن موطنهم هنا و مالهم هنا وجهادهم هنا وحياتهم هنا وفرحة كبيرة جدا لما إنسان من الأشرار يبني قصر كبير جدا في العالم فبيت الأشرار يخرب لأنه مبني على بناء عالمي اختراعات عالمية اكتشافات عالمية
اتفضل. السكان اللي فيها اتنقلوا. اه طبعا. وفاكر اخر زبون كان ليا في المكتب بتاعي اللي وقتها اتسجنت، وبعدين بعد السجن خلاص نفوني، فما قفل المكتب يعني واخر زبون ليا. مش عارف اقول ايه، لكن يعني كان كل يوم عندهم إيراد بيجي مش قليل، ومش بطريق كويس كمان. ما انه بينادي نومه. المهم، فكان يغير نظام البيت بتاعه ده كل شهر. وفاكر آخر تغيير قاله لي، قال لي أنا سمعت إن في دورات مياه الحنفيات دهب، والدش بتاع اللي بنفتح بيه الدش ده دهب، وده نزل وجه مصر، شوفوا لي بكام. طلع لسه ما نزلش يعني. هذا الرجل اللي معرفش يعني يوصفه ازاي، انا ما اعرفش بيت ترامب، انا ما زرتوش، لكن هل الاقي حنفيات ده؟ جايز الاقي حنفيات ده بيت ترامب، لكن واحد مصري محامي ايه الحنفيات الذهب دي؟ اخذ 50 سنة سجن ومات فيهم من اول سنة. التركيز في الامجاد العالمية هو نفسه سجن، مش لازم سجن، هو نفسه سجن. ازاي سجن؟ دايما عايز اكتشاف جديد، اختراع جديد. العمارة بتاعته مش عايز اركز فيه كتير يعني، لكن كل شوية يغير. طب اعمل لي حمام سباحة في فوق الفيلا، اعمل لي حمام سباحة تحت الفيلا كذا. لو انه خد الادوار العليا ليه يعني. فهو عايش مش مكتفي بأي حاجة عملها، عايز أعظم، يريد أعظم. مثل عجيب جدا، وصل يعني متأسف، كانت فلوس جايه بطريقة كده يعني إيه، مش صعبة يعني، سهلة. ما فيش مرسيدس يشتريها السنة دي، إذا لازم يجيب مرسيدس السنة الجاية. ليه؟ بصراحة هو بيت الإنسان العالمي اللي باصص للدنيا بهذه القساوة، هذه القساوة. ولما ابتدت ريحة اللي بيعمله وصلت للدولة فتشوا عنه، ما كانش يقدر يطلع بولا مرسيدس، لأنه مخبيهم عن الدولة، عنده كل المرسيدسات دي في جولات. وكانت الكارثة لما الموضوع تعرف، بيت الأشرار يخرب. وبيت خيمتنا الأرضي بينقض، بس شعورنا إن إحنا في خيمة ده بيساعد المؤمن جدا، أي نحن لسنا في وضع أبدي، بل في وضع متمزق. الخيمة دي بتقطع، ممكن ريح تقطعها. الخيمة مرتبطة بالمذبح. ده مش كل ربنا، ده الحاجات الكويسة عند المؤمنين. فإحساس الإنسان الروحي إن هو في احتمالات كبيرة قوي إنه ما يعيش بيئة، تعرف إزاي؟ يبقى عايش زمن وعينيه على الرب، مش عشان انه يموت ولا يموت، مش دي مشكله، لكن انا الرب اعمل ايه دلوقتي؟ ماذا افعل؟ كيف ارضيك؟ كيف اتلذذ بيك؟ كيف اثمر فيك؟
مش العين على الأرض إزاي أجيب المنتج ده أحسن من ده والمنتج ده أحسن من ده. ده حاجة تغرق الإنسان في العطب. بيت الأشرار يخرب، تفكيرهم الاستقرار في الأرض، الاستمرار في الأرض. وطبعا المسيح تكلم كثيرا، وكلنا عارفين زي ما قال الغني الغبي: يا غبي في تلك الليلة تطلب نفسك منك. طب وإيه ده بتصور لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة، انت عايش وهم كبير قوي. عايش وهم كبير قوي. ده النهاردة تأخذ نفسك منك، لأن نفسك مش ملكك. نفسك مش ملكي ازاي؟ مش ملكك. ليه؟ لأن الحكم اللي صدر على آدم يوم أن تأكل منها موتا تموت. النفس اللي اداها ربنا لآدم والبني آدم دي عطية إلهية، المفروض كله ميت، كله اتولد ميت. لكن لأجل أن هذا لا يرضى الله، أنه وعد الله بالحياة الأبدية، خلاص ما مش معنى. لكن كلام الله بأنه الإنسان يوم أن تأكل موت لازم يتم. فالرب عمل حل وسط مستخدما دم يسوع المسيح اللي هو معروف سابق قبل تأسيس العالم، أن يعطي لكل إنسان فرصة حتى يعيش. فرصة هي محددة من قبل بس. أي زي ما كذا واحد فسرها طبعا. ماذا يفعل الإنسان لكي يعلك؟ أنت ماشي خالص خالص انتهاك. حكم الله من أول ما أكل آدم هو ونسله يموتوا على طول بعد الأكل. ده حكم الله. ماذا شكرا ربنا يخليك لي. ماذا يفعل الانسان لكي يهلك؟ خليك زي ما انت بس خلاص انت هالك. ماذا يفعل الانسان لكي يخلص؟ اهو ده بقى المطلوب. امن بالرب يسوع المسيح فتخلص انت واهل بيته. لكن مش مطلوب من اي انسان يعمل حاجه عشان يهلك، هو مولود هالك. فبيت الاشرار يخرب. ثانك يو. وخيمة المستقيمين تزهق. طب ليه ايه ماشي خيمة الأشرار؟ يعني هي مقصودة بس خيمة المستقيمين، أي إن الإنسان المستقيم هو المستقيم. المستقيم. مستقيم يعني ايه؟ يعني خالي من الالتواء. والاستقامة دي مبنية على تطبيق شريعة الله. واللي لازم يرجع في كل أمر ماذا يريد منه الرب أن يفعل، وما يقدرش يتحرك يمين ولا شمال إلا حسب المكتوب. ده عنده إيه؟ ده عنده خيمة. أنا قال لي وخيمة المستقيمين، فهو عنده ميزتين ومهم جدا. الميزة الأولى أنه مستقيم، يخاف الله. مستقيم يعني يخاف الله على طول، ما عندوش التواء ولا لف ولا دوران ولا الخدع والمكر ومحبة العالم ومحبة الله كظاهريا ومحبة العالم في قلبه، كل ده مش موجود عند المستقيم. ثم في نفس الوقت يعلمون أنهم عايشين في خير، ولا يتصورون أنهم عايشين في بيت. فلذلك خيمة الصديقين تزهر، بيت الأشرار يخرب، وخيمة المستقيمين وخيمة المستقيمين تزهر. تزهر يعني تزهر دي جاية من الزراعة، لك الزهر بتاع النباتات باينة والريحة باينة، وبعدين الثمر يجي اللي هو تطبيق لمثل الزارع. هو ده الزارع خلق خارج اليسر. طبعا في هذا وخدمة.
تمام كده. كل إنسان عايش بخيمة عيشته تجيب ناس للرب، حياته تجيب ناس للرب، سلوكه يجيب ناس للرب. التقوى نافعة لكل شيء في الحياة الحاضرة والمستقبلة. واللي بيربح ناس بتقوى مش هيعرف بالظبط كم حضرته، هو هيكتشف إزهاق، لأن التقوى هي شهادة حقيقية سلوكية مؤكدة ومدعمة باقتناع الكثيرين أن هذه التقوى تمثل بها فخلص. عشان كده طبعا التقوى في العهد الجديد واخد مركز كبير جدا، خصوصا مع تيموساوس، لأن بولس بيكلمه ده شخص يعني خادم، فبيتكلم عن التقوى معاه كتير قوي. فهنا بيت الأشرار يخرب وخيمة المستقيمين تزهر. توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة وعاقبتها الطرق الموت. هنا الحكاية عكس خالص، ليس ما يتصوره الإنسان إياه يحدث. وليس ما من هذا التصور، تصور شيء ثم قرر شيء، وليس من القرار الذي أخذه على هذا التصور معناه أنه إيجابي، لأنه توجد طريق تظهر الإنسان مستقيم. ليه؟ لأن علم الإنسان لا يعلم العلم الكامل، ما يعرفش الإنسان، ممكن يفهم غلط. وعندنا كتير خالص من البشر في الكتاب المقدس اختلفوا مع الله في أمور ربنا، من الأنبياء يعني، زي حبقوق. حبقوق لما ربنا قال له انه يحرق البلد وكده جنن، ربنا قال له ايه؟ وكان عنده منطق يعني مقنع، وكلم مع ربنا في منطق المقنع بتاعه ده، يا رب تقول شعب عمل شر، طيب عمل شر، هل تبيد شعبك اللي عمل شر بشعب أشر منه؟ ده مش منطق خالص. وفعل الواحد فعل معك يا حبقوق، فقال له بس انت ايه، خليك على المرصد وراكب الرؤية وشوف. هو حتى ما حضرش حبقوق غالبا، ما عرفش ما تمت يعني، ما حضرش الباطئ يعني، لكن طلع ده الحل الوحيد اللي ربنا به يزيد الأوثان من إسرائيل. حبقوق مش هذا يتخاف، معقولة؟ وأنا لو منه بصراحة وخذ رأي حجنني معاه، هتفق معه على طول يعني، تحرق ليك بتاعك انت عشان تقدم شعبك، وتخلي اللي يحرقه انسان وثني، وتذبح الشعب كله. ايه ده؟ المملكه الشماليه خدها الكوشيين ولا اسمهم ايه، الاشوريين، وبعدين المملكه الجنوبيه خدها نبوخذ نصر. يبقى ما عندكش لا بيت ولا سكن في العالم، مش شعب ده يجرى له ايه؟ الشعب ده لازم يتأدب 70 سنة في بلد غريبة ويتزل ويرجع شعب مستقيم. دي خطة ربنا. دي بالنسبة للعبوك دي مش مستقيمة خالص. ايه اللي فات؟ والحكمة اللي مفروض نتعلمها من مش بس من عبوك، بكل كتاب مقدس، الحكمة سلم للرب طريقك وهو ما تقولش لا الطريق دي هي بقى دي ما فيش غيرها ما فيش غيرها ما فيش غيرها.
توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة. أيوة هي بتظهر للإنسان مستقيمة لأن الإنسان معلوماته غبية جدا في الاستقامة، ما يعرفش. طبعا وكتير يا شيخنا حبيبنا للأسف كانوا في بلادهم من أكثر الناس مؤثرين في العالم وطمعوا في أمريكا، وأنا سمعتها من كثيرين كلمة أمريكا مقبرة الخدام. وأنا حتى لما دعيت هنا في واحد من الخدام كان بيقعد عندنا في السودان هناك وقال هيندم ندم، هيندم ندم ومعاه حق، لأنه دي خبرة حصلت مع كذا واحد. يا أنا ما ندمتش، بس مش ما ندمش أنا هو كذاب، لا معرض للندم، لكن هي الفكرة إن أنا ما اشتريتش أمريكا. وحتى يعني كان في تلميحات بدعاوي رفضتها قبل كده، إلا لما جات الدعوة دي بطريقة ملحة جدا يعني فقبلتها. أمريكا مقبرة الخدام وما زالت إلى الآن، لأنه فيها خير وفيها امتيازات كبيرة عن بلادنا خالص، مش نسبة، فيها عناية بالكبار وعناية بالصغار وفيها علاج طبي ممتاز وفيها 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 وفيها، لكن وين الإنسان اللي يجيها ضد إرادته؟ مستحيل، لن يستطيع أن يعيش في سلام في هذا البلد، رب يرحمه. فبيت الأشرار يخرب، يخرب يخرب يعني جاي من فوق الخراب، جاي من ربنا، لأنه تلقائيا بيت الأشرار شرير، إنسان شرير ضد الرب، مكتوب له الخراب، ما يزرعه الإنسان يحصل، على طول معروفة، يخرب. وخيمة المستقيمين تزهر، يا سلام على مستقيم القلب، مستقيم الحياة، مستقيم السلوك. يا رب قاعد يغني فيك لا يتكلم بالباطل، يا سلام ايه الحلاوه دي، اعجاب الرب الانسان المستقيم. توجد طريق تصل للانسان مستقيمه وعاقبتها مش طريق الموت، طرق الموت. اي دي مش اي حته على كده، موت، اي حته تدخل فيها نتيجة للآيتين دول. نقول في يقين كامل مرددين كلمة الله إنه ما يزرعه الإنسان يحصل أيضا، ما يزرع للجسد يزرع موت، ما يزرع للروح يزرع يحصل موت، من يزرع للروح يحصل حياة أبدية. وأهم نقطة في قلب الإنسان، يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ بولس الرسول لما ثمر ملا الدنيا يقول لست أنا بل نعمة الله التي معي، مش أنا، ده كلام مظبوط جدا. أيضا في الضحك يكتئب القلب، وعاقبة الفرح حزن. ده أفتكر مثل مشهور في الدين، اللهم احفظنا من يعلو خير، اللهم يعلو خير، ايه شو ده، وممكن فعلا يتقلب حزن.
صحيح، لأنه الضحك ليه فوائد، لكن الضحك ليه مضار. الضحك ليه فوائد، إن كان الضحك عبارة عن سرور قلب وبهجة قلب بعطاء الله، يعني واحد يضحك أهو كده كده صحيح. وأنا في بعض أزمات حياتي بتبقى بضحك، هو عمل كده ازاي؟ عمل كده ازاي؟ ده الضحك المفيد، يعني الضحك على ازاي ربنا قال بيديني كده لصالح، بدل ما كلها عتمه كلها مصيبه. اما الضحك الشيطاني هو الاستهزاء على الاخرين، اللي انا بقى ابو العريف وده غبي وده مش فاهم، ده انا بعرف ازاي اكل اللي مش عارف ايه من ايه. زي متاسف اخونا كده صعبان عليا خالص، الحقيقه صعبان عليا خالص يا رب. 50 سنة سيدي يا إلهي، معش منهم 10 يوم وكسفت راح أضرب في سجن الحقيقة، لأنه كان سجن خطورة وأنا في المعادي ساكن، بس حسيت هيعيط هيبكي، لأن كثير كنت أقول له، يعني كنت بقدم النصيحة قد ما أقدر. يا رب لك الشكر. وبيت النواح أفضل من بيته. آه دي حكمة جميلة جدا، حكمة جميلة جدا، قالوا هيتعلم. لكن فرح وبتاع كده يبقى مبسوط كل حاجه، لكن ما خدش درس يعني. قولي ثاني فاكر سؤال؟ تعزك على اي آية ايضا في الضحك؟ هي كمان مفاجأة تدخل الله في الأمر ده بالنسبة للإنسان المسكين اللي بيطيع ربنا وحصل له أزمة كبيرة وسلم لربنا. الفكرة الإنسان لما يعرف بعد ما يحصل الأمر، يعني تتفك الأزمة، عملتها إزاي؟ انت قلبت الوضع ازاي؟ هو ما كانش كده خالص، ازاي؟ يعني ازاي اخرجتنا من اتون النار؟ ازاي طلعت دانيال من جب النزول؟ ازاي؟ وفي طريق للطلوع، ما فيش نار، واحد مادي في النار، في طريق. ايه اللي بتمشوا مع بعض؟ يقول لهم عم شباب من الالهه، حاجه تضحك تضحك كثر ما هي مذهله. كيف استطعت ان تنقذ الفتيه الثلاثه؟ وده اللي قاله المخز نص، الم نلقي ثلاثه مقيدين؟ انا شايف اربعه محيولين، انا شكيت في مخي يا جماعه، مش احنا بنلقي ثلاثه؟ بيسالوا مش احنا عملنا ثلاثه اللي رميناهم؟ لا ده بقى اربعه، ازاي بقى اربعه؟ والرابع ده جنب، بس هو مش مؤمن طبعا، يعني بعد كده قام. لكن المؤمن لما يشوف بيحصل له اذهال، فلذلك يعملوا الضحك بقى. يا للعجب يا للعجب يا للعجب. طيب حد اتفضل، حد هتكلم ايضا في الضحك.
يكتئب القلب وعاقبة الفرح حزن. ده أول ما بيتوجد الحزن. الاكتئاب مش وحش، مكتئبين لكن غير متضايقين، لكن المهم في نتيجة الاكتئاب. نتيجة الاكتئاب الفشل، الحزن المفرط اللي ممكن يأثر بالإنسان إنه بلا رجاء، يبقى ده هو أساسا في خطأ. لكن الفشل مع الرجاء الذي يأتي بالحل، ده مكتئبين لكن غير متضايقين، ما نبقاش من جوه، لأن في رجاء وفي حل من عند الرب. الآية اللي جاية 14 مش سهلة. المرتد في القلب يشبع من طرق. في رسالة يعقوب افتكر، نحن لسنا من الارتداد لكن من الإيمان الاقتناء النفس. فكلمة المرتد من القلب ده اللي هو من الارتداد، وإن ارتد لا تسر به نفس، يعني زي إنسان ارتد وأصر على طريقه لأنه مرتد من القلب. زي نعم نحن ده بالضبط الشيخ عادل، وده يرمز لارتداد الشعب القديم. يعني لكن احنا في لما يعني يعقوب عمل المثل ده بين الشعب القديم والجديد، قال اما نحن فلسنا من الارتداد. احنا الارتداد ده اللي هو للهلاك، ده الارتداد جاي من جوه القلب. ارتد يعني هو اصلا ما كانش مؤمن، والمؤمن لا يرتد، المؤمن من ليس من الارتداد لكن النفس. في العبرانيين بتوع حضرتك؟ نطلع شهادة أو حد يقول أنا. تفضل. أنا مش فاكر العبرانيين ولا يعقوب اللي اتكلم، لكن ممكن تكون الاثنين. بالضبط يا فتى، ده اللي هو الارتداد من القلب اللي هو بيتكلم عنه هنا. شكرا يا فتى. المرتد في القلب يشبع من طرقه، يعني يشبع من طرقه، تبقى طرقه بقى هي دي، ما فيش طرق نافعة إلا هي، فيشبع منها، يشبع منها جدا. ويكون اتخذ قراره خلاص. ايه قرار ده؟ الرب مش عايز. ايوه شكرا يا اخوان، شكرا يا حبيبي. فاللي يحصل ذهن مرفوض، ارتداد في القلب، اتفضل. صمم على الارتداد بالظبط. وده خارج من القلب، المرتد من القلب، هو المسيح مش جوه خلاص، انتهى، ما مش هتبعه. وللأسف نوع من البشر موجود يعني. بس ما هو ما كانش آمن الأول، لأن المؤمن يبقى في البيت الأبد، الابن يبقى في البيت الأبد، لكن هو إيه اتأثر شوية بالمسيحية وبعدين ما لا مش ما بتكسبش يعني. المرتد في القلب يشبع من طرقه، طرقهم عجباه قوي ملوش علاقة بربنا. والرجل الصالح مما عنده، ايه الفرق بين دي وبين دي؟
الرجل الصالح مما عنده ان يشبع باللي ربنا اداهوله. مش حاجه، ما عندوش حاجه هو شخصيا تسبب له شبع. ما عندوش راي يخالف راي الرب، ما عندوش سلوك يخالف سلوك الرب. ده الصالح. الصالح يعمل ايه؟ الصالح يتشبه بالله الوحيد الصالح، ليس على الصالح لوحده هو الله. فالصالح الذي يسير في الصلاح وراء الله. فهذا نعم شبعان بالرب. فعلى هذا الاساس يعني نكمل الايتين على بعض كده. بيقول المرتد في القلب يشبع من طرقه عجبه جدا، والرجل الصالح مما عنده. وبعدين جينا للغبي. الغبي يصدق كل كلمة، والذكي ينتبه إلى خطواته. جايز واحد مش منكم يعني واحد كده مش فاهم الكتاب، قلت ازاي بقى مكتوب المحبة تصدق كل شيء؟ فليه غبي اللي يصدق كل كلمة؟ لا دي غير دي خالص. المحبة تصدق كل شيء، دي على اعتبار انها عطية إلهية تصدق كل ما يكلمها به الله من شعور، لأن الله بيكشف للإنسان. الإنسان الروحي ما عندوش إلا الروح القدس ليحيا بحسب الروح. الروحي صار روح مولود من فوق، هو روح، فحياته كلها روحية. فالروح بيقول للإنسان اعمل هذا، فكر في هذا، درب هذا. ده ممكن حتى يسوق له العربية واحد تاكله وفجأة وصل. إذا وصل إزاي؟ الرب خادم مش مشكلة. لكن مش يصدق هنا، يصدق كل كلمة لا، لازم يتوزن الكلام، لازم يتوزن الكلام. و يعني دي حاجة مهمة جدا في تدبير عمل الله. تدبير عمل الله يدبر بحكمة وبساطة في نفس الوقت. ولذلك كمان احنا في الكل في الأكل اللي غباوة وناس تجيب الثلجة الكلام المسيح بيملك النهاردة فقط. هي مش بس المسيح بيملك، شيخات هو شيطان مقيد النهاردة من برج الأهل ده عشان تغيير الشيطان. الغبي يصدق كل كلمة، والذكي يدرس كلام ينتبه إلى خطواته. يعني حتى لو مش خطوة لا في كركبة، لا أنا مش صح الغلط، ويبقى في عودة سريعة للرب ترشدني يا رب أنا مش صح ولا غلط، لأنه هو ذكي فينتبه إلى خطواته. الحكمة اللي جاية تأكد كده، الحكيم يخشى. حكيم يخشى ولا لا يخشى؟ يخشى. وإيه؟ واحد عن الشر ده لازم يخشى. أنا مليش أي حاجة خالص، أنا ماسك نفسي، أنا الكلام ده كله كلام فارغ. كمشون الراجل نعم على ركبتي اليمين وقام إسرائيل. وكان الثمر اللي جابه في حياته وكان مطلوب منه قتل الفلسطينيين. يوم آخر يوم في حياته هو اللي قتل فيه أكثر عدد من الفلسطينيين، 3000. قبل كده مرة عظم أو قتل 1000، لأنه ربنا ما عرسلوش يخلص طريق، ليبدأ يخلص إسرائيل. بدأ بألفه ختم 3000 خلص الموضوع.
لكن حياته على بعضها كده يعني مش لذيذة. هو في شهود الإيمان لأنه مؤمن، لكن مش المكان الممتاز اللي يرجوه واحد مننا يعني. الحكيم يخشى، يا سلام، يخشى، يخشى من إيه؟ مش من الظروف، لا الظروف تحكم فيها ربنا، ولا الأوقات بيتحكم فيها ربنا، ولا الاضطهادات بيتحكم فيها ربنا، كل ده افتخر فيه بولس الرسول. لكن أخشى أن أحيد عن الله مني، مني بالظبط، لأن لما أحيد مني أوصل لثلاثة متر في ثانية، حيدان عن الله، فأنا بعيد جدا عن الله. أو يخشى يعني يخاف الله، يخاف الله. وأول واحد خائف الله ذكر في الكتاب بصورة واضحة جدا، كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطي إلى الله؟ أنت في عندك وصية تقول لا تزني؟ ما فيش وصية خالص، عرفتها إزاي؟ ده أنفسه، الناموس اللي جوايا بيقول كده، الناموس اللي جوايا بيقول كده. فالصديق أو الذكي إنه يخشى، الحكيم يخشى ويحيد عن الشر، والجاهل يا ساتر على الجهل ده بالظبط، بس يمكن شوية أكثر من الشف ده تصلح يعني، خلص خلص بقى، وصل لأكثر درجة من التصرف، هعمل كده، ويثق إنه مش هيجرى له حاجة، ويضيع فيه. ويدافع عن غضب. طبعا. تفضل حبيبي. تفضل. الذكي يفصل الشر ذات والحمقى يعبرون في العقب. يا رب ارحمنا. الإنسان يخشى خلق الله من الكتاب بيكتب عنه الذكي يقصر الشر. ربنا بيدير البصيرة إن هو يشوف الشر يتجنبه. بالظبط. زي مثل تاني برضو، بس مش ما عنديش الشاهد بتاعه، اللي هو اللي بيدخل في مشاجر لا تعنيه يشبه الممسك بأذنيه كلب. لما الكلب هيعضك. ودي حقيقة متكررة جدا في اليومين دول، لأنه سواء العلاقات السياسية والعلاقات الطبيعية والعلاقات البشرية، ف بالظبط كده مشبه أنا بالطريقة دي، واحد متخانق مع واحد والاثنين في كانوا في بير مجاري وطالعين خناقة مع بعض، أنا أحل المشكلة دي ولا مش دعوة، ده مليان طين وده مليان طين، أنا مال ومال. ف يعني ده وساخة، في وساخة طبعا هي أوحش، أدخل نفسي في المشاكل دي ليه؟ طيب، الحكيم يخشى ويحيد عن الشر، والجاهل يتصلف ويثق انه مش صح. السريع الغضب يعمل بالحمر. الآية دي تؤيدها جدا 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 جدا، كونوا ايه؟ ايوه، مبطئين في الغضب،
ويا بخت الإنسان اللي ما حدش يقدر يخليه يغضب. يا سلام، ده مستريح أوي. سيبها ربنا يصرف دماغك. اذكر تاني بالظبط. من الحاجات المهمة جدا إن الإنسان يضبط نفسه في الغضب. اسكت، دي وصية كتابية. الغضب ممكن يعمل مشاكل في البيوت، مشاكل في الكنائس، تطلع في الآخر مش حاجة تساوي يعني. لأن سرعة الغضب صعبة جدا. حتى زي ما قالوا الأخوان، حتى ما تسرعش في الكلام. اسرع في الاستماع، اسمع اسمع. عشان تعرف ايه الموضوع، واذا كان يهمك وادخل مهمكش ما تدخلش. يعني مش اي حد، مش اي موضوع كده اروح انا داخل فيه، الا لو مشورة ربنا ان انا ادخل فيه. يعني لابد ان الانسان يسال في اي حاجة. عايز نعمل ايه؟ عايز نعمل ايه؟ اي اتنين طالعين من بكابورت لا يمكن اقرب لهم. انا بتكلم مش عن نفسي، عن اي حد فينا. لا يمكن واحد يقرب لهم، هتوسخ البلد. الاغبياء يرثون الحماقه، والاذكياء يتوجون بالمعرفه. متاسف. السريع الغضب يعمل حماق، وذو المكايد، مش قصدك عليه؟ وذو المكايد يشنع. انت قلت لي يشنع ايه؟ مكروه، مكروه. السريع غضب يعمل بالحماقة، دي خدناها. وذو المكايد ده اللي هو ايه؟ غوي كيد للناس. وده على فكرة دي عكس سريع غضب، ده ما بيغضبش خالص، بس يكيد من نظرة كده خالص. هو اللي عمل كل حاجة بس مش باين خالص. فالناس تكرهه طبعا، لأنه ده المصيبة، ده الواد المصيبة ده. سوسة. وذو المكايد يشمل. الحتة اللي جاية احنا هنختم ب 21. انا عارف يعني فضل ثلاث اعداد ورا بعض. الاغبياء يرثون الحماقة. يعني يرثون الحماقة؟ الاغبياء ده ورثها من ابوه، لان ابوه نفس النظام، وبيرب يورثها لعياله الغباء. وعندنا في الكتاب المقدس كذا مرة في كلمة يا غبي. يا غبي في هذه الليلة تطلق نفسك منه. يا غبي. وعندنا الأغبياء، أيها الغلاطيون الأغبياء. وفعلا غلاطيون الأغبياء تساهموا مساهمة كبيرة في عدم الاتكال على كلمة الله، وكل واحد يخترع له كلام. ابتدوا بالغلاطيين في موضوع الاختتان، وبعدين دخلت الكورنثيين بالزنا، وكل واحد بقى يخسر حاجه. فبيورث، يورث يعني ده ميراث بشري. الاغبياء يرثون حماقه، والاذكياء ما بيورثوش الا ايه؟ يتوجون من المسيح. ده الإنسان الذكي. الإنسان الذكي ملوش ميراث أرضي ولا يدور على الميراث الأرضي، لأن هو كل هدف حياته يا رب ما أني أعمل إيه؟ أنا عبدك، أنا خدامك، أنا تحت قدميك، تحت رجليك، أؤمرني. يتوج، يتوجون إيه؟ والأذكياء يتوجون بالمعرفة. ايه المعرفة دي؟ اللي أبوه يسأل اللي يعرف. كل يوم يعرف الرب أكتر، كل يوم يعرف الرب أكتر، عارفينه. واحد عرف ربنا يبقى كل يوم إيه؟ واو.
ايه ده؟ كل يوم معرفة زيادة. نعم، ده الإنسان الذاكر فاهم، اللي عايز يعيش في أمان وفي سلام وفي علاقة هنية مع الله وفي رفعة روحية مع الله وفي علم متزايد كل يوم، ده يدخلون معرفة. طبعا كل السبيل ده كله لسه يا اخي ذكي قوي الراجل ده، ايه ده؟ مش يعمل زيه خالص، لازم الاذكياء يتوجون بالمعرفه. الايه الجايه برضو او المثل الجاي يدينا طمانينه كبيره خالص وتحذير قوي جدا. الأشرار ينحنون أمام الأخيار. واحد جات له رسالة من داعش، احنا بكرة هنموتك، لو خاف يبقى غلط، لو ارتعب يبقى غلط، لو اي حاجه يدخل قلبه فيها من الخوف لا، لكن يعلم ان داعش هيجي يسجد له يقينا، لان الرب قال كده. الاشرار ينحنون، يعني في سجود، ينحنون امام الاخيار. ودي مذكوره في الانجيل اكثر مره، يقول لك يعلمون ان الله فيكم لما تعيشوا في طمانينه وعز وفرح، فيعترفوا ان الله فيكم، لأنهم ما عندهمش إلا تهديد 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 تهديد، وربنا شغال ضدهم، فكل شوية يقولوا تهديد ما يتمش، ما يقدروش يكملوه، حتى إن أكمل فالرب قادر يتفاعل معاهم. ممكن إنسان عمل حاجة فيك يروح منتحر، مش قادر يستحمل الشكوى اللي هي اللي عليه، أو مش قادر يستحمل إزاي الرب صارخ فيه. فإدراكنا إن الخير ثابت والشر مش ثابت، ده يطمننا جدا 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 جدا. والحقيقة يعني يعني أمر يشبه الرب جدا، حينما شر وإنسان شرير يهجم على إنسان صديق والصديق مطمن جدا، خصوصا ان ربنا قال هيعملوا فيك ايه؟ يقتلوك. طب انت عجيلا ماذا يفعلون اكثر من يقتلون الجسد؟ انت عجيلا، شوف انا هكرمك ازاي. فامتياز كبير جدا اننا عندنا وعد مقدم ان الاشرار ينحنون، ينحنون من احترام، يعملها ايه؟ انت اللي فاهم بقى خلاص، ينحنون بالظبط أمام الأخيار. بس هي المشكلة لما واحد يكون مؤمن ضعيف، تبقى قلت لك أنا كنت أكثر مرة عن الواد العيل اللي سجنوه معانا في السجن ده، كان اتخانق مع شيخ جامع فسجنوه، وكان بيدور على أي حاجة مسيحية ليها ملف مع جامع عشان يسجنوا شوية مسيحيين كتير، كانوا يعني سجنوا 1000 وشوية مسلمين، فلقوا في الآخر 123 واحد مسيحي، فكان منهم ولد في دمياط، ففوق إنه سجن سجن اللي معرف إيه هي خانة مع شيخ جامع يعني، فاكرها يا سهل، بس هو الظروف بتاعت البلد بيجمعوا المسيحيين، فكان قاعد يبكي طول الليل، يا أما يا أما يا أما يا أما يا أما يا أما. الوقت ده انا كنت مع واحد اسمه خوري، لقب خوري ابو سكوب، صغير طيب قوي رهيب يعني، قال لي الواد ده فضحنا يا اخي، الواد ده فضحنا، سكته ازاي؟ هو كان الوحيد اللي يصرف، كان عنبر عندنا حوالي 100 مش عارف كم كده، مش فاكر 100 وكام او جايز قرب ال 100، فكانت فضيحه. ايه ده؟ احنا بنرنم ونصلي ناخد تأملات
صحيح بريشيت من يوسف مشكلة يعني. بس إيه يعني كنا مبسوطين إلا ده اللي بيعيط. فمن ضمن الحاجات اللي لازم تلزم الإنسان اللي هو سمي أخيار أو اللي هو له علاقة بالرب، لا تهتموا بشيء خالص خالص، بل بكل شيء الصلاة والدعاء مع الشيخ، والا يكون الايمان ضعيف جدا انك بتصلي في الهوا كده. لا ما انت بتصلي وبيسمع وبيديك يقين داخلك، اطمئن تطمئن على الله. الاشرار يرحلون امام الاخيار والاثم لدى ابواب الصديقين. هنا الاثم لدى ابواب الصديقين، يعني حتى الاثيم الغني ممكن يفتري يجي يشحر منك يا صديق لأنه متكل على نفسه. الصديق حاجة كبيرة أوي عند ربنا، لقب المسيح الصادق الأمين الصديق، يعني سالك وراء الرب باقتراب. ده الرب حميه وحفظه، ومن عند الرب، من عند الرب خطواته، من عند الرب مشورة يدهاله، وعيش مرتفع صديق. كنت فتى وقد شخت ولم أرى صديقا تخل يعني خالص، ما حصلش ولا ذرية له تلتمس خبز. أيضا من قريبه يبغض الفقير ومحب الغني كثير. هنا ده مثل عام كده، لماذا الفقير يحتقر من قريبه؟ مش ينامح، يبغض يبغض. أيضا من قريبه يبغض الفقير، لأن الفقير يبقى تهم عند الغني. فالغني شاوت حياته لو مات الغلبان ده، عشان ما يبقاش كده بس متعارف العيلة يعني الفقير ده، بيحدث بغضة. بس هنا المشكلة إن كان أفقر فقراء العالم بدل يوحنا المعمدان والتاني يسوع المسيح. فانت هتحتقر الفقير دي مصيبه، تبغض الفقير دي مصيبه. الفقر ما هواش وصمه، ولن ينتزع الفقر من الارض. ربنا اراد ان يبقى الفقير والى الابد في الارض. ليه؟ لان الارض مش هي المثوى الاخير، والفقراء ده مكافأتهم كبيرة فوق، خصوصا لما يكون فقير تقي وعايش بتقوى الله في حياته. والفقراء رب يغمرهم بغنى بحيث يبقوا درس لينا للأغنياء يعني. فالفقير لازم موجود في الأرض، لن ينقرض الفقير. فلما يبغض من قريبه، يبقى قريبه ده شحن خالص، فقير محترم، والعلاقة معاه تكون علاقة سخية ووادة، وبكل الطرق المختفية نساعده انه يتغلب على الفقر. ف يعني حاجة يعني عار عند الله ان هو اللي خلاهم للآخر، ومش هيسيب الفقر لن يترك العالم، والفقير لن يترك العالم. انه لازم نعايش الفقير عشان يكون لينا رحمة عند الله. طوبى لمن يرحم الفقير، كان يقرض ربنا. طوبى لمن يعتني به، طوبى وده حتى في الكتاب المقدس اليوم، العناية بالفقراء ومساعدة الفقراء دي من الوصايا المسيحية الرسمية. ومحب الغني كثير، طبعا الغني ده له علاقة بالوزير وله علاقة برئيس الوزراء وله علاقة بالدنيا،
ودول كله مصطلح دنيوي لا قيمة له أمام المسيح، لا قيمة له. في أيام المسيح كان في الوالي اسمه بيلاطس، وكان الملك اسمه هيرودس، وكان رئيس الكهنة اسمه قيافة. في حد من دول مذكور له خير في الكتاب المقدس؟ كبار قوي دول. رئيس الكهنة ده عنده خير في حياته؟ ده مليان شر. في حد من دول شافها مسكين؟ شافها أعرج ولا حد؟ اللي غرق الناس رحمة المسيح، اللي وقف أرواح في البلد. كانش عنده مخدة اسم راسه، كانش عنده خيمة ينام فيها، كانش عنده خيمة. في واحد هوملس كده اشترى لنفسه خيمة، كان حتى بيبات عندي. كان بيقول قلت ايه هوملس الثري ده؟ رجع بقى عنده خيمة، بدل ما بقى هوملس مبقاش هوملس، وبيركنها في الشارع ينام تحتيها. المسيح ما كانش عنده خيمة ولا فكر فيها، ولا قال لحي حد هاتوا لي خيمة يا جماعة عشان بس أنام. ده هو بينام كده فرحان قوي، هو نام مع بعض. هو اتكلم معاه، طبعا قال بيتكلم معاه ينام في حضن أبيه في جبل الزيتون. من يحتقر قريبه يخطئ. طبعا احتقار غلط للقريب ولغير القريب، لكن احتقار القريب ممكن تعني احتقار واحد عمل معك الرحمة. ده في آن ما قريتها قريب الحقيقة، صعبة أوي أوي أوي، عن من يجازي شرا عن خير. قريتها سر الأمثال. يعني إيه؟ وفي والكلمة والآية اللي أنا قريتها ما كانها مع الرب موجودة منقودة. الكلمة اللي قريتها هي فظيعة أوي، من يجازي شرا عن خير لا يغادر الشر بيته. يا نهار اسود، ايه ده كارثة. ان خير انسان عمل لك خير يزيب شر. يا رب رحمتك عجيبة، يا رب رحمتك عجيبة. من يحتقر قريبه يخطئ، ومن يرحم المساكين فطوبى له. يا سلام على كلام الله، يا سلام على طريق الله، يا سلام على كل ما ذكر وسطر في الكتاب المقدس، كتاب الحياة، كلمة الله التي أنذر فيها الرب هؤلاء الذين وصفهم أبطلتم وصية الله بسبب تخليدكم. كلام الناس هو المهم. الناس دول ايه اللي هم الظهر بتاعنا، عيلتنا الزمان، جدودنا وجدود جدودنا. والكتاب في زكريا عيب آباءكم اين هم؟ انتوا عارفين هم فين؟ طب ما جهاز جنودكم وراهم انتوا عين جهنم، كلهم في جهنم، مش عيب ما سبقتش جهنم، كلهم في الهلاك. ايه الناس البشر اللي ماشيين وراها دول؟ تعلمون اين هم الان؟ هتشعر. ثم تتبعوا المسيح الله الحي الحقيقي وكلامه الذي لا يزول. شكرا للرب ولله كل المجد الابد. امين. هللويا.